اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن باجي لك كابتن محمد، كنا بنتكلم كابتن محمد فاروق طبعا رئيس قطاع او مشرف قطاع الكوميتيه في النادي الاهلي، كنا بنتكلم ان ما فيش منظومه في العالم، في العالم حتى اليابان. لا اشرح لي الكلام ده بالتفصيل يا كابتن. حضرتك احنا عندنا في عدد اللاعبين في النادي الاهلي تقريبا 5000 لاعب، الجهاز الفني والجهاز الاداري تقريبا احنا بنتكلم في تقريبا 100 مدرب مثلا، بجهاز الطبي، بجهاز المنتال والكلام من ده. احنا عندنا كبير جدا، الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم ولا حتى في اليابان. احنا عندنا سيستم مش موجود في اي حتى مكان، في اليابان. لان لا ما فيش ام اللعبه، لا حتى في اليابان اللي هي ام اللعبه، لان احنا عددنا كبير جدا، عدد المدربين كبير جدا موجودين في مكان واحد النادي الاهلي. لا في اليابان ما فيش نادي، كل اكاديميات صغيره، ما فيش نادي، صالات، ما فيش نادي حتى خاصه وكلام من ده. ولما بيجي يعملوا بطوله مثلا، بطوله دوليه، فبيصفوا الاتحاد بتاع البلد بيصفي وخلاص، هم دول بيمثلوا. لكن نادي كبير زي النادي الاهلي في حجمه وفي عدد لاعبينه، لا ما فيش خالص. ده حاجه تدعو للفخر بأمانة. وكلهم اولادنا، ما فيش حد من بره النادي الاهلي، كلهم ما فيش حد. احنا اللي بنعمله اولادنا ما شاء الله. طبعا احنا اولادنا، احنا بنعملهم من ابطال، ما فيش حد جاي لنا من بره. ما شاء الله. اللعبه من الالعاب الوحيده اللي جوه النادي الاهلي يمكن الكاراتيه من زمان، الدكتور جمباز وجمباز يمكن مثلا. انا اعرف الكاراتيه طبعا، ان هو ما عندناش اعضاء رياضيين جوه اللعبه، اعضاء فمن اولادنا بنعمل منهم ابطال وابطال عالم. الكلام ده مش موجود في اي مكان في العالم، لا من حيث الكم ولا الكيف. احنا دايما مشاركين في اتحاد المنتخب الوطني، نسبة المشاركة بتاعتنا من لعيب ولاد النادي الاهلي ما بتقلش عن 45% من قوام المنتخب الوطني. ما شاء الله، بالرغم ان في فرق كتير جدا واندية اخرى بتلعب. طبعا عدد ولادنا في المنتخب الوطني من النادي الاهلي ما يقلش في اي حال من الاحوال عن 45% نسبة تواجدهم جوه ما شاء الله او تمثيل مصر. طب دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دكتور مهند مجدي وتم اكتشافه ازاي؟ ايوه دكتور مهند تم اكتشافه في بطوله تنشيطيه كنا عاملينها في صاله تنس الطاوله في نادي الاهلي مدينه نصر. كان عنده كم سنه ساعتها دكتور؟ 14 سنه. ما شاء الله. كان مع كابتن اسمه بدر محمد خير، وكنا احنا قاعدين ما كناش نعرفه، قاعدين شايفين ولد ما شاء الله يعني طويل. هو طويل دكتور؟ طويل ما شاء الله، ولد موهوب. قلنا جبناه وخدنا اسمه ايه، وبعنا بقى من ساعتها يعني ايه نبدا يعني. هو اتعلم الكاراتيه على كبر ولا كان صغير في المدرسه وكبر وتدرب؟ لا هو اعتقد انه بدا الكاراتيه عندنا على على على, على كبر. ما شاء الله. بالرغم انه بدا على كبر بس بوصل بقى بطل عالم. بالظبط، ودي حاجه بتحصل قليل قوي. ما شاء الله، دي موهبه خاصه. اوكي ما شاء الله. بقى نشوفه ونبدا نتعامل معاه ونرعاه لغايه لما الحمد لله وصل للمستوى دوت. عايز اقول لك ان الدكتور مهند مجدي انا اول مره اشوف والدته كان في انتخابات الدوره اللي قبل اللي فاتت. يعني هو كان بيجي لوحده، بيجي لوحده ويتعامل لوحده ويسافر لوحده ويلعب لوحده ويطلع معانا بره لوحده، ما اعرفش ما شفنا والده ولا والدته. يعني اتحمل مسؤوليه صغير. بالظبط كده. ما شاء الله. لغايه يعني اقول لك اول مره اشوفها كان لما كبر وبطل لعب. الحقيقه طبعا اخلاقه حاجه فعلا مشرفه. قدوه يعني. قدوه للاعيبه الكاراتيه كلهم الموجودين، مش بس في الاهلي والله، في مصر كلها. وباقي عليه القدم من سوء، حتى هو لما كان معانا في بطولات الدوري وكده كنا بنخليه هو الكابتن، ان هو عنده قياده من يعني حاجه جواه صحيح. قياده ليدرشيب عنده من صغره.